ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت يا حمار منك فين؟ مش تدوس عيارين؟ هنعمل ايه يا كبير؟ العاملة دي عاملتك انت يا عبد الحكيم. البيت ده يتساوى بالارض، ها؟ مش عايز فيه طوبة جايمة في خلال ساعة، فاهمين؟ فاهمين. ايه ده؟ انت جاي تتعدى على بيت العمدة ولا ايه؟ عمدة؟ انت خلاص ما جيتش العمدة، انت ما تعرفش الأخبار الجديدة ولا إيه؟ وإيه الجديد بقى إن شاء الله؟ أنت خلاص ما بقيتش العمدة، أنا بقيت العمدة. من متى إن شاء الله؟ من النهاردة. باين عليك ما تعرفش، أصل المسؤولين عرفوا إنك مش قد المسؤولية، وإنك بتتعدى على حرمة البيوت، والناس شهدت ضدك، عشان كده اتشلت من العمودية. طب ما انت جاي تتعدى وتهدي بيتي اهو يا عبد الحكيم. بيتك؟ انت ناسي ان البيت ده مبني على ارضي؟ وانا اشتريت. معك ما يثبت. يعني ايه؟ يعني الحكومه ما بتعترفش غير بالورق يا عثمان. لما تبقى تظهر الورق ساعتها يبقى بيتك واعوضك كمان. يعني انا غلطان لو وثقت فيك يا عبد الحكيم؟ عشان انت مش راجل بيتعدى على حرمة بيوت الناس، وخصوصا بيت عبد الحكيم، يستاهل اللي يجراله يا عرة الرجالة. يا رايح اصلي الدور يا رجالة، ها؟ ارجع ما لاقيش توبة قايمة. سلام عليكم. ربيتك يا عمدي.